طيب السلام عليكم. هنا هنتكلم على ال non-linear equations. non-linear equation يعني هنا هتلاقي فيها مثلا x square, x cube, جذر x, ln x, exponential x, sin x. كل دي حاجات بتخلي المعادلة بتاعتك non-linear. مثلا دي كده ايه معادلة non-linear علشان فيها ايه sin x. نقدر نكتب المعادلة دي برضو على شكل ايه f of x equal 0. فهو هيديك معادلة non-linear f of x equal 0 ويطلب منك تحلها بطريقة تقريبية. يعني ايه؟ عايزك تجيب الروتس بتاعتها. يعني عايزك تجيب قيم ال x اللي تحقق المعادلة، يعني تخلي ال f of x equal 0. عندنا خمس طرق نقدر نستخدمهم. عندنا simple iteration، وفي ال bisection، وكمان عندنا النيوتن رافسون، وفي كمان السيكنت، وفي الفولس بوزيشن. اول حاجة بالنسبة للsimple iteration بيبقى فيه هنا هوت ايه initial value اسمها ايه x note او initial point. ديت بتبقى نقطة ابتدائية بتبدأ بيها الحل، بتبقى هنا ايه قريبة من الروت بتاعك. يا اما هو يديها لك يا اما انت هتفترضها. لو هو ما ادهانيش هعمل ايه؟ هفترضها ازاي؟ ان انا هجرب قيم للاكس واشوف اشارة الفانكشن عندها ال f of x بتاعتي، اعوض فيها بقيم للاكس. مثلا قال لي هات البوزيتيف ايه smallest positive root، يبقى ابتدي اعوض بقيم ايه x equal 0, x equal 1, x equal 2، واشوف امتى الفانكشن بتعكس ايه اشارتها. مثلا حصل ان عند x equal 1 و x equal 2 حصل ان الفانكشن بتاعتي قلبت اشارتها من positive لnegative او من negative لpositive، يبقى الحتة دي انا ضامن ان فيها root واحد على الاقل. يبقى هو ده الانترفال اللي انا هدور فيه. يبقى هنا هو هقول ان الانترفال بتاعي واحد ومن واحد لاتنين، يبقى الـ A بتاعتي بواحد والـ B بتاعتي ايه باتنين. يبقى هو ده الانترفال اللي انا ضامن ان انا ايه في روت اللي هو بيدور عليه. هفترض بقى الـ X نوت نقطة جوه الانترفال. اي نقطة جوه الانترفال احنا نتفق مع بعض ان احنا ناخدها النقطة اللي في نص الانترفال A plus B على الاتنين، تمام. تاني خطوة، يبقى دي اول خطوة ان احنا حددنا الـ X نوت بتاعتنا. تاني خطوة ان انا احط الايكويشن اللي هو مديها لي اللي هي f of x equal 0 على شكل ايه x equal 5x. يعني ايه؟ يعني هاخد x في ناحية وهسيب بقية المعادلة في ناحية تانية اسميها 5x. تالت حاجة هشوف شرط التقارب او condition of convergence. هشوف الفاي دي هل ممكن اقدر اوصل بيها الحل ولا هدايفرج. يبقى كل ما اعمل iterations هل الiterations دي هتقربني لحل ولا لا، ولا محتاج ان انا اغيرها. طب ايه هو شرط الconvergence ده؟ ان انت تجيب الفاي دي تفاضلها مرة وتشوف الابسوليوت فاليو بتاعها هل هو هيبقى اصغر من الواحد ولا لا في للاكسات اللي هي جوه الانترفال بتاعك. طيب احنا هنتفق مع بعض ان احنا لو هو given الx note في المسألة نتفق مع بعض ان احنا نتشيك الكونديشن بس عند ايه الx note كفاية. لو مش مديك الx note وانت حسبت انترفال ومنه هنا افترضت الـ x نوت، هنتفق مع بعض ان كفايه تحسب الـ condition دوت عند ايه x equal a و x equal b اللي هو بدايه ونهايه الانترفال، تمام. يبقى كده هنتشيك الـ condition of convergence زي ما احنا قلنا على حسب بقى هو مديك الـ x نوت ولا انت روحت جبت انترفال. بعد ما عملت اختبار للـ condition of convergence هعمل ايه؟ لو لقيته متحقق يبقى الفاي اللي حققت لي الكونديشن دوت هي دي ايه اللي انا هستخدمها في الحل بتاعي. يبقى هقول له اكس الجديده بتساوي فاي في اكس القديمه، اكس كي بلس 1 بتساوي فاي في اكس كي. يبقى هعوض بالاكس نوت بتاعتي في الفاي تجيب لي ايه اكس 1، اكس 1 اخدها اعوض بيها في الفاي تجيب لي ايه اكس 2، وهكذا. هقعد اعمل ايتريشنز لحد امتى؟ لحد ما اتحقق الستوبنج كونديشن في المساله او الستوبنج كرايتيريا المتحدده في المساله. مثلا يقول لك اعمل عدد iterations معين، يقول لك مثلا اقعد اعمل iterations لحد ما عدد معين من الديسيمال بليسز يثبت، يقول لك مثلا اقعد هنا ايه حل لحد ما الايرور بتاعتك تبقى اقل من توليرنس معين، لحد ما عدد السيجنيفيكانت ديجيتس يبقى مثلا باتنين كده زي ما هنشوف بقى في المسائل بتاعتنا، تمام. طب افرض بعد ما عملت اختبار للcondition of convergence لقيته مش متحقق، هعمل ايه؟ يبقى مش هقدر استخدم الفاي ديت اللي هي محققت ليش الكونديشن. هعمل ايه؟ هروح بقى لستيب 2، يعني هروح اغير الفاي. هغيرها ازاي؟ هاخد الاكس يعني بطريقة تانية
يعني هنا في المس... فمثلا في الاكزامبل دوت، بدل ما اخد الاكس ديت في ناحية وبقية المعادلة في ناحية اسميها فاي، هجرب بقى اخد الاكس اللي جوه الساين في ناحية وأودي بقية المعادلة في ناحية تانية واسميها فاي، واتشك على الكونديشن بتاعي اشوفه متحقق ولا لا، وهكذا. ولو اتحقق اروح بقى اخد الفاي اللي حققت لي هي ديت اللي انا اشتغل فيها، اعوض فيها باكس تجيب لي اكس اجدد منها، وهكذا. تمام، بس احنا نتفق مع بعض ناخد اسهل اكس، نجرب اسهل اكس هي اللي هناخدها في ناحية لوحدها وبقية المعادلة في ناحية. لو فشلت نبقى ناخد ايه الاكسات التانية، مثلا ناخد لو فشلت الاكس ديت ناخد الاكس بقى دي في ناحية وبقية المعادلة في ناحية. طيب دلوقتي هنحل مسألتين على الـ sample iteration. هنا بيقول لك هات الـ positive root بتاع المعادلة ديت، ديت معادلة هي non linear عشان فيها x to the power 5. بيقول لك اعمل 3 iterations باستخدام الـ sample iteration. الامتحان هيحدد لك الطريقة، وغالبا كمان هيديك ايه الـ x node. هنا مش مديك الـ x node بتاعتك، هنا طالب منك ال positive root، ما قالكش ال smallest ولا ال largest positive root عشان هي المعادلة دي ملهاش غير positive root واحد. طيب هنا هو هقول له ايه ال f of x بتاعتي اهي 2 في x power 5 minus x minus 10، دي ال function بتاعتي اهي. قلنا اول حاجة بعد كده بعمل ايه، بشوف هل هو مديني ال x node ولا لا. هنا مش مديني ال x node، فهروح انا افترضها ازاي، ان انا هجرب قيم لل x واشوف ال function عندها امتى بتقلب الاشارة بتاعتها. فهنا هو اتقالي positive root، يبقى هبتدي ادور من اول 0 1 2 3 وهكذا. عند ال 0 عوضت في ال function، هنا طلعت ايه ال function بتاعتي ب negative 10. عند ال 1 طلعت ايه negative 9. عند ال 2 طلعت 52. يبقى حصل هنا ايه عكس اشارة في ال function في الفترة هنا ايه من 1 ل 2. يبقى هنا هو يبقى انا ضامن ان الحتة دي فيها ايه في root موجود في الفترة من 1 ل 2. يبقى هنا هو الانترفال بتاعي اللي هو اي بي بيساوي ايه 1 2، يبقى الاي بتاعتي بواحد والبي بتاعتي باتنين. هنفترض الاكس نوت بتاعتي هي النقطة اللي في نص الانترفال 1 زائد 2 على الاتنين اللي هي ايه 1.5. تمام، زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا هناخد ال نص الانترفال هو ده الاكس نوت بتاعنا. طيب بعد كده تاني خطوة ان انا اخد اكس في ناحية وبقية المعادلة في ناحية واسميها 5 اكس. قلنا ان هو اول حاجة نجرب اسهل اكس، دي اسهل اكس هاخدها في ناحية وبقية المعادلة في ناحية تانية، يبقى اكس بتساوي 2 في اكس باور 5 ماينس 10، هسمي الكلام ده كله 5 اكس. تالت حاجة هجرب ايه شرط التقارب او الكونديشن اوف كونفرجنس عشان اتأكد ان الفاي ديت لو عملت iterations باستخدامها هل هقرب من الحل ولا هبعد عنه او مش هوصله في الاخر هدايفرج. الشرط التقارب ده قلنا هعمل ايه، هجيب الفاي ديت افاضلها واشوف الابسولوت فاليو بتاعتها اقل من الواحد ولا لا. لو اقل من الواحد جوه الانترفال اللي انا شغال فيه يبقى انا كده ايه تمام. فهنا هفضلت ديت الفاي بتاعتي فضلتها بقت 10 في اكس باور 4. طبعا باين ان دي هتبقى ايه الفاي داش دي هتبقى اكبر من الواحد. قلنا ان احنا لو احنا جايبين انترفال لو هو مش مديني الاكس نوت وانا جايب انترفال بنعمل ايه، بنكتفي ان احنا نجرب الفاي داش ديت عند بداية ونهاية الانترفال. هجرب اعوض باكس ايكوال 1 واكس ايكوال 2، باين طبعا ان عند التو فاليوز مش هتتحقق، حتى لو عند في واحدة منهم حصل انها محققتش والتانية حققت برضو مش ايه مش هينفع. يبقى انا كده مش ضامن ان هو ايه الكونفرجنس باستخدام الفاي ديت، ممكن باستخدام الفاي دي ممكن اوصل وممكن ما اوصلش. يبقى هروح اغيرها، انا عايز فاي اضمن ان انا اوصل بيها ايه للحل، هروح اغيرها. يبقى اعمل ايه اخد اكس بقى تانية، هاخد الاكس دي بدل الاكس ديت، يبقى هاخد الاكس دي في ناحية وبقيت الحاجات في ناحية، يبقى اكس تو ذا باور 5 بيساوي نص في اكس بلس 10. هعمل هنا الطرفين تو ذا باور 1 على 5، ماشي. يبقى الاكس بتاعتي بتساوي 5 بلس اكس اوفر 2 تو ذا باور ايه 1 على 5. الكلام ده هو ده ايه 5 اوف اكس بتاعتي، دي الفانكشن بتاعتي اللي اسمها 5 اوف اكس. هشوف هل الفاي دي كويسه شرط التقارب متحقق فيها ولا لا، هفاضلها ماشي. يبقى هجيب الفاي داش هفاضل ده ازاي، هنزل الايه الاس بتاعه واطرح من الاس بتاعه 1 وبعد كده هضرب في التفاضل اللي جواه اللي هو نص. هل الفاي داش ديت اصغر من الواحد في الانترفال بتاعي ولا لا؟ قلنا هنا هو هنجرب عند اكس ايكوال 1 ونجرب باكس ايكوال 2. نجرب اعوض باكس ايكوال 1 مره
اكس ايكوال 2 مرة تانية، هلاقيهم في الحالتين الشرط ايه متحقق، خلاص يبقى هي دي اللي انا الفاي ديت هي دي اللي انا هشتغل بيها، يبقى هي دي المعادلة اللي انا هكمل بيها الشغل، يعني هعمل بيها iterations. فهقول له اكس كي بلس 1 بتساوي 5 اكس كي اللي هي ايه 5 بلس اكس كي على 2 to the power 1/5، هي دي المعادلة بتاعتي، هي دي الابديت ايكويشن بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ هعوض هنا بالاكس نوت تجيب لي اكس 1، الاكس نوت بتاعتي انا اخدتها 1.5، هعوض هنا اهوت ب1.5 تجيب لي ايه فاليو جديدة اللي هي 1.41884، يبقى كده دي الاكس الجديدة. هاخد اكس الجديدة اعوض بيها تاني هنا تجيب لي اكس اجدد منها، يبقى خدتها عوضت بيها اهيت، هتجيب لي اكس ايه، هتجيب لي اكس 2، خدت اكس 2 عوضت بيها جابت لي ايه اكس 3. هقف امتى بقى؟ هو حسب ما هو محدد في المسألة، هو قايل لي هنا اقف بعد 3 iterations، خلاص انا كده عملت الثلاثة iterations كده هقف، يبقى هو ايه القيمة بتاعة الروت بقى اللي هو عايزها، هي دي اللي هي اخر حاجة وصلت لها. هنا بقول لك ان ممكن في طرق برضو كمان ان انت مختلفة ان انت تاخد بيها الفايف اكس، او تاخد بيها اكس في ناحية في ناحية تانية، مش بس ان انت ممكن تاخد الاكس ديت او تاخد الاكس ديت، ممكن تعمل ايه افكار بقى تانية. ممكن ان انت لو طلعت الفاي دي كمان فيها مشكلة في الشرط بتاعها ممكن تعمل ايه، ممكن تاخد من هنا اكس عامل مشترك، يبقى عندك اكس في براكت ايه 2 اكس باور 4 ماينس 1، وتودي العشرة الناحية التانية، وبعدين ممكن تقسم على البراكت ده يبقى عندك اكس بتساوي ايه 10 على 2 اكس باور 4 ماينس 1. تمام، يبقى هي دي الفايف اكس بتاعتك. تروح تفاضلها، هفاضلها ازاي؟ يبقى عندك ان هوت ايه 10، عندك البراكت دوت براكت تو ذا باور نيجاتيف 1 هتنزل القص بتاعه وتطرح منه 1، تضرب في التفاضل اللي جواه اللي هو ايه 8 اكس باور 3. الفاي ديش ديت هلاقيها ان هوت ايه، هجرب بقى عند ايه حدود الانترفل بتاعتي اللي هي عند اكس ايكوال 1 واكس ايكوال 2، جيت اجرب عند اكس ايكوال 1 لقيتها ايه اكبر من 1، يبقى انا كده مش ضامن بالفاي ديت ان انا اوصل للحل، يبقى مش هتنفع ان انا اشتغل بالفاي ديت. بس طبعا لو في حل نفع خلاص ما تروحش تجرب حاجة تانية، يعني هنا انت دلوقتي جربت بالفاي ديت نفعت فخلاص كده ستوب الحل. هنا انا بس بقول لك ملحوظة تانية علشان لو كان الحل ده كمان ممشيش، لو طلع الكونديشن هنا ما تحققش. لكن زي ما احنا قلنا هنبدأ دايما بايه باسهل اكس، هتجرب دي الاول وبعدين تجرب ديت الاول، لو الاتنين ما نفعوش بقى تبقى تجرب الحلول التانية او افكار تانية زي ما انا قلت دلوقتي. طيب هنا برضو بيقول لك هات ايه في المسألة دي، بيقول لك هات البوزيتيف روت بتاع المعادلة دي باستخدام السامبل ايتريشن، وهات الحل بتاعك كوركت تو فور ديسيمال بليسز. هنا هوت برضو ما قالكش السمولست ولا اللارجست، ليه؟ لان مفيش غير بوزيتيف روت واحد للمعادلة دي. طيب هنا هقول له الفانكشن بتاعتي هي اكس ماينس ساين اكس ماينس نص. اول حاجة قلنا بنشوف بقى الاكس نوت بتاعتي مديهاني ولا لا، هنا برضو مش مديهاني بس قلنا في غالبا في الامتحان هيديها لك، مش مديهالي يبقى هجرب قيم للاكس، اجرب من اول ايه، اجرب ارقام نيجاتيف ولا بوزيتيف، هو قال لك بوزيتيف روت يبقى هجرب اكس ايكوال 0 1 2 وهكذا، هجرب اعوض باكس ايكوال 0 في المعادلة ديت يطلع لي ايه نيجاتيف نص، هجرب باكس ايكوال 1 هظبط الكالكوليتر بتاعي على ريديان ماشي هيطلع لي الرقم ده، لقيت حصل ان فيه ان هوت ايه تغير في اشارة الفانكشن، عند اكس ايكوال 1 كانت نيجاتيف هنا بقت ايه بوزيتيف، يبقى الروت يبقى انا ضامن ان في روت موجود واحد على الاقل موجود في الفترة ايه في الفترة دي، يبقى الانترفال بتاعي بيبدأ ايه من 1 لحد 2، وقلنا هنا هوت هنفترض ان الاكس نوت بتاعتي هي النقطة ايه اللي في النص، يبقى هاخد النقطة الابتدائية بتاعتي النقطة اللي في نص ايه الانترفال 1 زائد 2 على 2 اللي هي ايه 1.5. تاني خطوة قلنا بناخد اكس في ناحية وبقية المعادلة في ناحية سميها فاي اوف اكس، هل الاسهل اخد دي ولا اخد الاكس دي؟ لا طبعا اخد الاكس دي، يبقى هبدأ باسهل اكس اخدها في ناحية وبقية المعادلة في ناحية تانية، بقية المعادلة سميتها فاي اوف اكس هفضلها. لو فضلت ده هيطلع ايه كوزاين اكس، هل ده اصغر من 1 في الفترة ديت ولا لا؟ ايوه هيطلع هنا ايه اصغر من 1، هنعمل ايه جرب عند بداية ونهاية الانترفل، قلنا هنكتفي ب ب ب ب عند اكس ايكوال 1 وعند اكس ايكوال 2، لو متحقق يبقى هكمل، يبقى كده الكونديشن متحقق. هنعمل ايه بقى؟ يبقى المعادلة دي كويسة لان الفاي بتاعتها حققت شرط التقارب، يبقى هي دي اللي هشتغل بيها.
يبقى هقول له اكس الجديده بتساوي 5 اكس القديمه، يعني بتساوي ساين اكس القديمه زائد نص. هعمل ايتريشن الاولى، يبقى هعوض هنا اهوت باكس نوت اللي هي بايه، بواحد ونص، تجيب لي اكس جديده اللي هي جابت لي الاكس ديت. طيب هو قال لك تقف امتى؟ هو قال لك لما تجيب الحل بتاعك correct to four decimal places، لما اربع ارقام عشريه ايه يثبتوا في الحل بتاعك. فانا هنا عملت اول iteration، هجيب هنا ايه الiteration التانية. الiteration التانية عملت ايه؟ جبت الرقم ده عوضت بيه جوه الساين، جابت لك ايه اكس اجدد منها اللي هي اكس اتنين. هو قال لك اربع ارقام عشرية يثبتوا، يبقى انت خد خد هنا على الاقل خمس ارقام عشرية وانت بتحل، ماشي؟ يبقى هتكتب في الحل بتاعك على الاقل خمس ايه ارقام عشرية. هنا انا خدت ايه، كتبت ست ارقام عشرية. هبص كده اهوت الايتريشن التانية في رقم اهو مثبتش اللي هو ايه التلاتة ديت، ماشي؟ طب هاخد هنا اهوت ايه، اعمل ايتريشن كمان واشوف. عملت ايتريشن كمان، خدت الرقم دوت عوضت بيه جوه الساين، جاب لك هنا اهوت ايه، جاب لك رقم جديد اللي هو اكس اكس تلاتة الايتريشن التالتة. هنا هلاقي خلاص الاربع ارقام سبته، ماشي؟ يبقى كده هو ده الحل بتاعي. يبقى انا كده هقف مش هعمل ايتريشنز كمان، هقول له يبقى الروت بتاعي 1.4973. كده انا خلصت الحل. انا بقول لك هنا بقى برضو معلومة جديدة هنا او معلومة تانية، لو ان لو الفاي ديت ما نفعتش، لو بقى لو جيت اجرب هنا الكونديشنز بتاعتي لقيتها مش متحققة، في واحد منهم مثلا مش متحقق، هعمل ايه؟ هروح اخد الفاي بطريقة تانية، يبقى المعادلة دي ما تنفعش، هروح اخد الفاي بطريقة تانية. ازاي؟ هاخد بقى الاكس اللي جوه الساين، يبقى هاخد ساين اكس في ناحية وأودي بقية الحاجات في ناحية، وبعدين هعمل ساين انفرس الطرفين، يبقى اكس بتساوي ساين انفرس اكس ناقص نص، يبقى هي دي الفاي اوف اكس بتاعتي. هعمل ايه بعد كده؟ هفضلها عشان اشوف الشرط متحقق ولا لا، شرط التقارب بتاعي متحقق ولا لا. هفضل الساين انفرس، يبقى واحد على جذر واحد ناقص اللي جوه الساين انفرس سكوير، وفوق هضرب في تفاضل اللي جوه الساين انفرس. يعني لو كانت دي 3 اكس، يبقى لو كانت الاكس دي مضروبه في 3 كان هيبقى فوق فيه 3، تمام؟ طيب يبقى ده كده ال جبت الفاي داش. اجرب اعوض باكس ايكوال 1 واكس ايكوال 2، اشوف هل هيبقى اصغر من 1 ولا لا. لا، جيت اجرب عند الاكس ايكوال 1 لقيت الفاي داش اكبر، الابسولوت فاليو بتاعها اكبر من الواحد، يبقى كده انا مش ضامن الكونفرجنس، يبقى كده مش هقدر اشتغل بالفاي ديت، يبقى المعادلة دي مش هتنفع اشتغل بيها، تمام؟ وزي ما قلنا طالما الحل اللي فوق نفع فهو ده الحل اصلا اللي انا هبتدي بيه، ان انا اخد اسهل اكس، يبقى خلاص مش هروح اجرب حاجات تانية. انا بقول لك بس في حالة ان الحل الاولاني دوت فشل، ساعتها هتجرب دوت، ولو طلع الشرط متحقق يبقى ايه، هكمل باستخدام الفاي دي. طيب دلوقتي هنشرح طريقة البايسكشن. بالنسبة لطريقة البايسكشن، هنا هو انت بتختار قيمتين للأكس، واحدة بنسميها أكس L، واحدة بنسميها أكس U، بحيث ان عندهم عكس إشارة في الفانكشن. يعني نوت الفانكشن عند الأكس L في الفانكشن عند الأكس U يبقى أصغر من زيرو، واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، مش فارق مين اللي عندها بوزيتيف ومين اللي عندها نيجاتيف. هو غالبا في الامتحان هيديك هو الانترفال اللي تجيب منه الايه الاكس ال والاكس يو. لو ما ادهالكش هتجيبهم ازاي؟ زي ما احنا شرحنا في السامبل ايتريشن، كنا عملنا هنا ايه جدول، جربنا فيه قيم للاكس ولقينا مثلا في تغير في شرط الفانكشن، عند الواحد كانت بوزيتيف وعند اكس ايكوال 2 بقت عكس الاشاره، عكست اشارتها، يبقى خدنا الانترفال بتاعي من 1 ل 2، يبقى الواحد هي دي الاكس ال والاتنين هي ديت الايه الاكس يو بتاعتي. طيب بعد ما اخترت الاكس ال والاكس يو هعمل ايه؟ هحسب نص الانترفال، النقطه اللي في نص الانترفال من اكس ال لاكس يو ديت بنسميها ايه اكس ام، اكس ام بتساوي اكس ال زائد اكس يو على الاثنين. النقطه اللي في نص الانترفال هي دي بناخدها القيمه التقريبيه بتاعه الروت، تمام؟ طيب بعد ما احسب نص الانترفال هعمل ايه؟ الخطوه الثالثه ان انا اقارن اشاره الفانكشن عند الاكس ام باشاره الفانكشن عند الاكس ال. مثلا لو طلع الاكس ال هي اللي بوزيتيف والاكس يو هي اللي نيجاتيف، وجيت عندها اشاره الفانكشن يعني نيجاتيف، وجيت احسب الاكس ام شفت اشاره الفانكشن عندها طلعت عكس اشاره الفانكشن عند الاكس ال، يعني في عكس اشاره ما بين عند الفانكشن ما بين الاكس ال والاكس ام، يبقى هي ديت المنطقه اللي انا ضامن ان فيها ايه الروت، تمام؟ يبقى هنا هوت هقلل الانترفال اللي انا بدور فيه، بدل ما ادور من اكس ال لاكس يو على روت هدور من فين لفين، من اكس ال لاكس ام، يبقى هو دوت الانترفال الجديد بتاعي. هقول له ان الاكس ال بتاعتي زي ما هي مش هتتغير، الاكس ال الجديده بتساوي اكس ال القديمه،
ال اكس يو هي اللي هتتغير، هتاخد قيمة الايه ال اكس ام، مش عايز ال اكس يو، مش عايز ال اكس يو القديمة خلاص. تمام، يبقى ده هنقوله امتى الانترفال الجديد دوت هيحصل كده؟ امتى؟ لو الفانكشن عند الاكس الف الفانكشن عند الاكس ام اصغر من زيرو، يعني في ما بينهم عكس اشارة في قيمة الفانكشن في الفانكشن. طيب ماليش دعوة بقى هل إشارة الأكس ال هي البوزيتيف والأكس يو هي النيجاتيف، ولا الأكس ال هي النيجاتيف والأكس يو هي البوزيتيف. المهم إن حصل عكس إشارة ما بين الإيه في الفانكشن ما بين الأكس ال والأكس ام. يعني مثلا لو الأكس ال هي النيجاتيف والأكس يو هي البوزيتيف، وجيت أشوف الأكس ام لقيت الفانكشن عندها بوزيتيف، يعني عكس إشارة الفانكشن عند الأكس ال، يبقى هي دي، يبقى هو ده الانترفال بتاعي اللي بدور فيه برضو. يبقى الاكس ال زي ما هي، والاكس يو هي ايه اللي هتتغير تاخد قيمة الاكس ام. تمام، طيب لو طلع بقى الاكس ال والاكس ام الفانكشن عندهم هما الاتنين بنفس، طلعت بنفس الاشارة، مثلا لو الاكس ال بوزيتيف هي اللي بوزيتيف والاكس يو هي النيجاتيف، لقيت الاكس ام ايه عندها الفانكشن بوزيتيف زي الفانكشن عند الاكس ال، يبقى كده الانترفال ده مش هو ده اللي انا هدور فيها، دي الحتة اللي انا ضامن فيها روت، يبقى هي دي الحتة اللي هدور فيها. يبقى الانترفال بتاعي هيبقى هنا هوت ايه، ان الاكس ال هي هتتغير، مش عايز اكس ال دي خلاص، هاخد الاكس ال، الاكس ال الجديدة هي ايه الاكس ام ديت، هتاخد قيمة الاكس ام، والاكس يو زي ايه زي ما هي. تمام، وهنا برضو اهو طلعوا الاتنين نفس الاشارة، فطلع الكونديشن ده متحقق، فعشان كده حصل ايه، هاخد الانترفال الجديد بتاعي هو ايه من اكس ام لاكس يو، يعني هي دي الاكس ال بتاعتي الجديده. طيب لو طلع الفانكشن عند الاكس ال في الفانكشن عند الاكس ام ايكوال زيرو، يبقى ده معناه ان الفانكشن عند الاكس ام بزيرو، يبقى الاكس ام هو ده الروت بتاعي، ما هو الروت قلنا بيبقى عنده الاف اوف اكس بتاعتي بزيرو، يبقى كده هوقف خلاص مش هعمل خطوات تانية. طيب لو طلع بقى طلع، لو طلع الحاله ديت او الحاله ديت، يعني عملت ابديتنج للايه للانترفال بتاعي، قللته للنص خلاص سواء في الحاله ديت او الحاله ديت، هحسب بقى النص الانترفال الجديد، يبقى احسب اكس ام الجديده، اما الانترفال بتاعي اتغير هحسب النص الانترفال الجديد اللي هو اكس ام الجديده، اللي هو هيبقى ايه اكس ال زائد اكس يو على الاثنين، اكس ال واكس يو ايه الجداد، سواء انا في الحاله ديت بقى او في الحاله دي. طيب بعد ما حسبت اكس ام جديده هعمل ايه، هحسب الابسوليوت ريلاتيف ابروكسيميت ايرور. الابسوليوت ريلاتيف ابروكسيميت ايرور بتحسب ازاي؟ بتجيب الفرق ما بين اكس ام الجديده واكس ام القديمه، بتجيب الفرق ما بينهم على اكس ام الجديده، قلنا اكس ام ديت بنعتبرها ايه القيمه التقريبيه بتاعه الروت، بشوف هل الايرور بتاعتي قليله ولا لا. ماشي، يبقى هحسب الكلام دوت عشان اشوف الايرور بتاعتي قليله ولا لا، وممكن اقف ولا لسه هعمل ايتريشنز تاني. تمام، يبقى هنحسب الفرق دوت على الاكس ام الجديده كابسوليوت فاليو في 100، هنقارنه بالايه بالابسلون اس اللي هي ايه التوليرنس او الايرور ايه المسموح بيه، يبقى هو هيقول لك في المساله ان هو سامح لك بايرور معين، فانا هنا هو بعد ما اعمل ايه ما احسب اكس ام جديده هروح احسب الايرور ما بين اكس ام الجديده واكس ام ايه القديمه، هشوف لو هو طلع اقل من التوليرنس المسموح بيه هقف، يبقى هي الاكس ام الاخيره اللي انا وصلت لها هي دي ايه الروت بتاعي. لو مش كده هعمل ايه، هروح بقى اكمل، هعمل ايه بقى هنا، هقارن إشارة الفانكشن عند الأكس أم بإشارة الفانكشن عند الأكس ال علشان أبديت الانترفال بتاعي، وبعد ما أبديت الانترفال بتاعي هحسب نص الانترفال الجديد، وبعد ما أحسب نص الانترفال الجديد هحسب الايرور، أشوف إن هو هل الأكس أم الجديدة ديت اتغيرت كتير بالنسبة للأكس أم القديمة ولا لأ، يعني الايرور بتاعتي أقل من التوليرنس ولا لأ. لو أقل من التوليرنس هقف، مش كده هروح أحسب تاني ايه إشارة الفانكشن عند الأكس أم أقارنها بإشارة الفانكشن عند الأكس ال وهكذا. يبقى كل ما نحسب اكس ام جديده بنعمل حاجتين، بنحسب الايرور عشان اشوف هل هعمل ايتريشن جديده ولا لا، الايتريشن الجديده دي بتبتدي من ساعه ما تحسب اكس ام جديده. تمام، فكل ما احسب اكس ام جديده بنحسب الايرور عشان اشوف هل هعمل ايتريشن جديده ولا لا. تاني حاجه بنعمل ايه، بنجهز بقى للايتريشن الجديده عن طريق ان انا بابديت الاكس ال او الاكس يو حسب انا في الكيس ديت او في الكيس دي، بابديت الانترفال بتاعي بقلله للنص. تمام، طيب هنا كنت عايزة اقول هنا هو ملحوظة ان ممكن يطلب منك في اي طريقة من الطرق ان انت تحسب عدد ال significant digits at least correct في ال solution بتاعك. عدد ال significant digits ده بنسميه ايه، بنسميه m،
في فورمولا بتربط ما بين الام وما بين الايه الابسلون ايه. ايه هي الابسلون ايه؟ اللي هي الابسولوت ريلاتيف ابروكسيميت ايرور از بيرسنتج، كنا عرفناها من شويه، اللي هي بتبقى بتتحسب ازاي، بتبقى بتجيب الفرق ما بين القيمه التقريبيه الجديده والقديمه على على ايه الجديده، على القيمه التقريبيه الجديده كابسولوت فاليو بتضرب في 100. يبقى هنعوض هنا في الفورمولا ديت، هنعوض عن الابسلون ايه كابسولوت وبرسنتج، نقدر نحسب الام. تمام، يبقى لو معانا الابسلون ايه نقدر نحسب الام. طيب ايه هو اصلا السيجنيفيكانت ديجيتس او بيتعدوا ازاي؟ بيقول لك هنا هوت ان لو عندك ارقام غير الصفريه دي اكيد ايه سيجنيفيكانت. سيجنيفيكانت ماشي. طب الاصفار بقى، الاصفار بتوعك لو هم ما بين ارقام غير صفريه يبقى هم هيتعدوا معانا ان هم سيجنيفيكانت ديجيتس. مثلا عندك 4005، دول هنا هوت اصفار اهي ما بين ارقام غير صفريه، فكده هنعدهم معانا في السيجنيفيكانت ديجيتس. يبقى كده العدد السيجنيفيكانت ديجيتس ان هوت في الرقم ده هو ايه 4. طيب يقولك لو الاصفار بتوعتك كانوا جايين قبل الارقام الغير صفريه، يعني عندك ليدنج زيروز، يبقوا كده الاصفار دي مش هتعدها معاك ان في السيجنيفيكانت ديجيتس. يعني ايه؟ مثلا عندك 0.035، يبقى كده العدد السيجنيفيكانت ديجيتس هنا بتوعك هم كام؟ 2، لان الاصفار كلها جت قبل الايه الارقام اللي هم الغير صفريه. طيب بيقول لك لو الاصفار بقى بتاعتك جت في بعد الارقام الغير صفريه، بيقول لك ان هو على حسب الرقم بتاعك فيه ديسيمال بوينت ولا لا. لو الاصفار التريلينج زيروز دولت جم في في رقم فيه ديسيمال بوينت يبقى هنعدهم، لو الرقم بتاعك ما فيهوش ديسيمال بوينت يبقى مش هنعدهم. تمام، يبقى هنا مثلا عندك اهم تريلينج زيروز اللي هم الاصفار اللي بتيجي في الاخر بعد الارقام الغير صفريه، دول كده مش هنعدهم معانا في السيجنيفيكانت ديجيتس عشان ما فيش ديسيمال بوينت. يبقى عدد السيجنيفيكانت ديجيتس هنا هم ايه 2، هنا في ديسيمال بوينت يبقى هنعدهم معانا، يبقى عدد ايه السيجنيفيكانت ديجيتس هنا هم ايه 5. تمام، يبقى دول بس ايه القواعد دي بس للفهم. لما يطلب منك تحسب عدد السيجنيفيكانت ديجيتس at least correct in your solution هتعمل ايه؟ هنطب هنعوض في الفورمولا دي، مش هنحسبهم بعينينا، هنعوض بالفورمولا